بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.